بص انا جاي لك في غيط والشمس ناقعه في دماغي علشان اوريك الفاصوليا الخضراء اللي انت بتحبها. انا عارف اهي بص اهي مقطوفه قدامك وانا عارف ان انت بتموت فيها وهتاكلها غصب عنك، بس تفتكر انا جايبك المشوار ده كله علشان اوريك دي؟ طبعا لا. شايف دي قد ايه؟ بص كده، بص 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 يا عيني. شايف يا ابني الفاصوليا بتاعت الفيجو عامله ازاي؟ شايف الفرق؟ تعال اما نجرب الطعم. بسم الله. الفاصوليا بقى دايما بتبقى مسكره، دي الفاصوليايه لما يكون الفيجو هو اللي جايبها لك، مركز ولا لا؟ والعزيزتي ست البيت دي ممكن تستخدميها كفاصوليا في الطبخ، وممكن تستخدميها كعقد، وممكن تاخديها تعمليها كده في دماغك، المهم ان هي اللي معاك استخدامات كتيره قوي. بسم الله. لا مسكره برضه، انا مش هكذب يعني. دول هنشفهم وايه والسنه الجايه ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك. ده في كمان باميه اهي ما شاء الله، لا قوه الا بالله. ده صقره واحده ما شاء الله عليك، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله الله ما شاء الله عليك. كل عمرها ما حصل، كل ما تنشف تهدر كده سبحان الله تطلع ورق جديد ونوار جديد. ربنا يرزقك. خلاص بقى ده هي خلاص، ده بقى لها من شهر رمضان ما شاء الله. طيب والخط الثاني ده لسه اخضر كله؟ ده اخضر اهو لسه برده. بص ما فيش حاجه في حياتك هتكون امتع من ان انت تاخد خضار من الارض مروي بميه النيل، ولا في مبيدات ولا كيماويات ولا الجن الازرق. بسم الله. وتقوم عامل بقى وانت واقف كده فاصوليا بالطماطم. هات واحده، هات حته. انا مكانك. لا هات حته من دي. بصوا قد ايه يا عم، ما في كتير في الغيط انت بتقسم. لا بص فتحي، بص فتحي مع واحده اهو. ده سكريه. ده يمشي اكسسوار برضه يا جدعان يعني. حته طماطم، خد خد طماطم. يبقى كده معايا اربعه هنا. اه يمشي اثنين هنا واثنين هنا. دي فاصوليا غالية. بص قد ايه تمشي بقى للبنات، حلق تعلق كده خد بالك، يمشي بقى للشعر، يمشي كده كانها دي طماطم عاديه زي قفطان واخد بالك. لا شغل عالي كدا. بص قرن الباميه ده ما شاء الله لا قوه الا بالله، تبقى بنيه. فلفل ده انتهى واي، ده بيبقى مسكر. كلام واضح اصلا. ليه 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 من ليه من تحت اربع بزوز، اربع رجول، ليه من تحت اربع رجول؟ فعشان كده بيبقى انتهى. الفلفل الدكر، الفلفل الدكر بيبقى ليه ثلاث رجول بس من تحت كده اهو. دي فلفلايه انتهى ليه من تحت اربع رجول، ودي فلفلايه دكر ليه من تحت ثلاث رجول. دي تنفع في الطبخ، دي تنفع في الاكل كده على طول في السلطه. دي مسكره، دي مش مسكره، دي لحمها غير لحم دي. نقطه من النتايه. بسم الله. نقطه اشمعنى النتايه مسكره؟ خد. لا اخد ادي النتايه دي. حلوه يا جماعه، بس النتايه عوجه مش مهم. سكريه مش مبيدات، حاجه اورجانيك. ألذ ألذ ألذ، اقسم بالله طعم بالظبط الفلفل. دقيقتين وعم الصبح يجري وراها طعم الفلفل وكتاب الله. الغريب بقى ان الفلفل الرومي ده طعمه فلفل قوي. ايوه اه والله مش حراق يا جدعان، الفلفل الرومي مش حراق. وخليني اقول لك ان الفاصوليا الهندي او البلدي بيحسنوا صحه الكلى وبيساعدوا على تحسين صحه الجهاز الهضمي، وكمان مفيدين جدا لامراض القلب والشرايين، بيقللوا من حدوثهم. ده غير ان هم طعمهم وحش جدا ومحدش بيعملهم ومحدش فينا بيحبهم، ومع ذلك امي وامك مصممين ان احنا ناكلهم وبنحبهم.